على طريق عام الكحالة عرية دولية تتكرر الاستهدافات الإسرائيلية للسيارات المارة، آخرها صباح الخميس حيث استهدفت سيارة مرسيدس كحلية اللون على طريق ظهر الوحش الكحالة، أدت إلى استشهاد السائق، وذلك بعد مرور 24 ساعة على استهداف شاحنة صغيرة محملة بالأسلحة. رصد دقيق تخضع له الطريق الدولية من قبل الإسرائيليين والتي هي ذات أهمية خاصة، إذ تربط بيروت بالبقاع والجبل والجنوب. جراء كثرة الاستهدافات وتعرضهم للخطر، رفع أبناء المنطقة الصوت مطالبين بانتشار الجيش والتدقيق بالسيارات حماية لهم. نحن عم نناشد الدولة اللبنانية وعم نناشد الجيش اللبناني والقوى الأمنية إنه هالطريق يكون مراقب من الجيش اللبناني، لأنه ما بيجوز مثل ما صار آخر جمعتين كل يوم في سيارتين ثلاثة عم يستهدفوا، وعم بيكون انه مزبوط فيهم سلاح، وعم بيتعرضوا كل المدنيين اللي بيقطعوا هالطريق، مش بس اهالي الكحاله وعريا والبلدات المجاوره يلي هن بيطلعوا من الضاحيه للبقاع لبعلبك. وان كانت الاستهدافات الاسرائيليه تطال السيارات المحمله بالاسلحه، فان اتهامات التخوين والعماله طالت المنطقه وابنائها. بيقولوا انه في اجهزه اسرائيليه عم بتنسق تابعة للموساد، عم بتنسق مع ناس من المنطقة يلي هن عملاء وبحماية البلدية. أنا هيدا الموضوع يعني أول شيء هيدا كذب، والكحالة بينشهد له بتاريخها، بينشهد له بمواقفها يلي هي دايما كانت عبر الأيام عبر المواقف عبر الأحداث كلها كانت دفاعا عن الدولة اللبنانية وعن الوطن. سيارات، شاحنات ودراجات تستهدف بمعدل مرة أسبوعيا على الأقل، ما يثير ريبة المارة أيضا، خصوصا أن سالكي هذه الطريق كثر وهم جميعا معرضون للخطر جراء نقل أحد منهم أسلحة أو ذخيرة.